السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نشوفوا الطريقة كيفاش نسجلوا التلاميذ الجدد اللي غادي ندخلوا للتعليم الأولي أو الابتدائي. اللي مازال ما دار سبسكرايب يدير حيت الفيديوهات كيمحيهم ليا. أولا غتلقاو الرابط تحت الوصف ديال الفيديو، كيطلع لينا بحال هذا. كندخلوا الرابط كيطلع لينا هذه هي المنظومة ديال المسار باش نسجلوا التلاميذ في التعليم الأولي. بحال كاين الوالد والوالدة، والد الطفل والدة الطفل، والوصي، الوصي عمو او شي واحد مكلف به. هنا في هذه الحالة غادي نختاروا الوالد الطفل. ملي كنوركوا على والد الطفل كيطلع لنا المصادقة البيومترية والمصادقة العادية. المصادقة البيومترية فيها شوية المشاكل، يعني كنفوتوها نديروا المصادقة العادية احسن. هنا كتختار المعرف المدني ديال الدري اللي غادي يدخل للروض او التحضيري، كدير المعرف ديالو. في حالة الا كنا انت تخدم عندك لاسينيسيس وما مسجلش في هادشي ديال امو السجل الاجتماعي كدا، صافي ما كتكتبش المعرف المدني، كدوز ديريكت كدير التالي كما شوفوا معانا. هنا كتختار الاكاديمية، يعني الجهة ديالك، جهة رباط القنيطرة او جهة فاس او جهة الشرقية. حنا مثلا رباط القنيطرة، اختار العمالة ديالك النيابة والجامعة والعمومي او خصوصي بطبع الحال العمومي، واش يدخل التحضيري يعني البيت الاول او الروض او تاني روض. وكتختار المدرسة اللي غادي يقرا فيها، المدرسة هادي ضروري تختار باش ما يطلع لكش الغلط. وكتجي كتدير الاسم ديال التلميذ والكنية ديالو بالعربية، والاسم ديالو والكنية ديالو بالفرنسية، والجنسية ديالو ذكر او انثى، بنت ولا ولد، ومغربي او عنده جنسية واحدة اخرى. وتصويرة بغيتي دير التصويرة ديالو كديرها، ما بغيتيش ديرها بلا ما ديرها تمشي للمدرسة كيديروها لي. صافي كندوزو للمرحلة الموالية. المرحلة الموالية هي معلومات الحالة المدنية، كدير رقم رسم الولادة اللي غادي نشوفو في العقد الازدياد، هو الفوقاني راه هو كل واحد عنده عقد ازدياد ديالو بشكل. المهم عاد تلقى مكتوب واحد قدامها رقم، عدد رقم، عاد كتبو تما كاين 300، كاين اللي عنده 370، كل شنو عنده. وكدير انقر هنا، هذيك انقر هنا، الا بغيتي واجب عليك تحط هذاك عقد ازدياد. وكدير تاريخ الازدياد ديال الطفل والسنه، لا السنه كدير السنه اللي كاينه مكتوبه في عقد الازدياد، راها السنه الميلاديه والمكان الازدياد ديالو، راه كلشي مكتوب في العقد الازدياد. وعقد الازدياد الهجري بلا ما تكتب، تكتب من ابيه ومن امه، باه شنو سميتو، امه شنو سميتها، وشنو سميت الاب. وكندوزو للمرحله الثانيه، كندوزو للمرحله يعني دخلت حنا اختارينا الام، غادي ندخلو المعلومات الخاصه بالام. غنديرو الجي ا ديالها او شوف على حساب رقم البطاقه الوطنيه ديالها، السميه ديالها بالعربيه بالفرنسي. ما كنكتبش حيت كيمحيو لي الفيديوهات، كيقول لي كتكتب معلومات ديال اشخاص اخرين، المهنه، العنوان، الهاتف، داكشي راه باين. كان معاها الزوج ديالها، كتدخل المعلومات ديال الزوج ديالها، ما كانش معاها يعني مطلقة او شي مشاكل ما كتدخلوش. وضروري تصور لاكارت من جوج جويه نقاط، ودير انقر هنا وتدخل الصورة، الوجه الامامي ديال لاكارت والوجه الخلفي ديال لاكارت ريكتو فيرسو. وملي كنساليو هاد المرحلة كنهبطو لتحت، كنديرو انا لست روبوت، كندير اوافق ولقد قرات كذا اوافق. وكندير حفظ الطالب، ملي كندير حفظ الطالب كطلع لي واحد البطونه سميتها طباعه الطالب، كتورك عليك تنزل معك الورقه اللي كتبتيها. وكنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، اللهم صلي في الختام الصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.